الجولة. عموما في خبر عندي يقول ان حقوق وكيل الاعمال احمد المزيني ضايعه بين ام صلال القطري والاتحاد القطري فيما يخص حقوق اللاعب فيكتور سيموس. بما ان وكيل الاعمال هذا سعودي ويهمنا صراحه في المقام الاول والاخير, اكيد ان شاء الله نشوف وش الوضع وين وصل بالضبط. سعدنا الان ان ينضم لنا الاستاذ احمد المزيني وكيل اعمال اللاعبين وكيل اعمال اللاعب فيكتور سيموس. حياك الله معنا استاذ احمد. تامر الله يبارك فيك, شكرا على اهتمامكم بالموضوع. حياك الله, اكيد تهمنا وش اللي صار في الموضوع, بس اللي حابين نوضح للمستمعين تفضل. والله هو الموضوع اصلا يعني عمولتي كوكيل لاعبين بعد ان تم انهاء يعني موضوع فيكتور مع نادي ام صلال لما تحصل على العموله, لانه الانظمه عندهم هذا حسب ما وصلني انه لابد من تفويض توكيل وكيل اعمال قطري, وهذا ما حصل يعني ما ادوني الفكره دي مبكرا, ادوني هي عندما يعني اجتزنا زي ما يقولوا 80% من المفاوضات. استاذ احمد عشان تستفيد من الموضوع, مين اللي اوصل لك ومين اللي تاخر عليك؟ هذه مهمه جدا في ايصال المعلومه. هو الموضوع يتعلق بنادي ام صلال يعني تقصد الاتحاد القطري؟ اي لا لا مو الاتحاد القطري, انا اول شيء اطالب نادي ام صلال. الاتحاد القطري يعني ما اظن انه له علاقه مباشره معي, انا علاقتي المباشره مع نادي ام صلال اللي تم بيني وبينهم عقد عده جلسات الى ان تم انتقال الفكتور لهم. طيب طيب شلون هم تأخروا عليك مثلا, انك يعني في هل في البداية ما قالوا لك انه لازم تكون انت قطري عشان تقدر تاخذ المبلغ كامل العمولة حقتك, ولا وش اللي صار؟ لا لا, هم عندهم النظام هذا حسب ما عرفته من المسؤول القطري دوم صلال الذي يعني كلف الرئيس بمتابعة, هو الرئيس الشيخ فيصل بن احمد الثاني كلف شخص من طرفه لمتابعة المفاوضات معي. فما اعطوني الفكره انه لابد من مثلا مبكرا, لا, وقد يكون هذا صحيح يعني ممكن هم يعني النظام بالعكس. انا ايد الفكره دي ترى, ما انا ما اعارضها انه يكون وكيل من داخل البلد يكون مفوض, بالعكس هذا هم يعني يعطون فرصه لوكيل البلد انه يستفيد من العقود الاجنبيه اللي تيجي داخل البلد يعني. هذه فكرة أنا أراها جيدة, ويطبقها الاتحاد القطري ويطبقها الاتحاد الفرنسي ويطبقها الاتحاد أحد الاتحادات الأوروبية حسب ما وصلني أنه كذلك الاتحاد البلجيكي. هذه أمور جيدة بالعكس تفيد يعني, أنا أتمنى أنه هذا يطبق عندنا حتى كذلك في السعودية. إحنا نستفيد أول شيء خبرة وتعامل, وكذلك يستفيد الوكيل ابن البلد من هذا. وانا ما عندي معارضه, بالعكس لما قالوا لي انت لابد من تفويض وكيل قطري ويشاركك في النسبه بنسبه 50%, والله انا ما عرفت, لانه اعرف ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى, قد يكون للوكيل القطري هذا رزق مكتوب له معايا, فانا ما صديت, بالعكس قلت انا موافق من هو الوكيل اللي ترشحوني ودوني. طب انت زعلان ليش؟ انت يعني وش اللي مزعلك في الموضوع اذا انت تشوف اذا ما زعلك النظام هذا فيما يخص وكلاء الاعمال القطريين, بس هو ليش وش اللي مزعل الكلام في الموضوع؟ اللي مزعلنا في الموضوع انه ما احد الان يعني مماطلة من النادي القطري, ايوه من النادي القطري يعني من نادي ام صلال مع احترامي الشديد لهم, تجاهلوا خلاص بعد ما انتهى موضوع اللاعب, تجاهلوا موضوع انك انت لك حقوق, خلاص اذا كلمت احد فيهم يقول لك انت تابع مع الوكيل القطري. الاخ يعني خالد سلمان وكيل اعمال قطري معتمد, وهو لاعب دولي سابق معروف في منتخب قطر, هو اللي انا قمت بتفويضه بناء على توجيه من النادي ام صلال. أنا أتوقع إنه هذه العملية تتم حتى يكون فيها سرعة في الإنجاز, ولكن الذي يعني أخذته من أخويا خالد سلمان إنه الموضوع هياخذ وقت, كيف ده اللي إحنا المبالغ تخرج من الاتحاد القطري ولا تخرج من الأندية مباشرة, وأنا صراحة ما أعرف هل فعلا هذا النظام أو ما. طيب أستاذ أحمد يعني اللي أنا حاب أوصله لك يعني الآن أنت تكلمت على النظام هذا أن يشاركك فيه وكيل قطري, أنه 50% أنه موجود في بعض الدول الأوروبية, وأنت استشهدت بفرنسا وبلجيكا صح ولا لا؟ ممتاز. لكن يعني موجود في ما هو موجود النظام هذا في دول ثانية؟
إيه مو موجود. لا طيب ممتاز. من عندنا. طيب من مفترض. إحنا في السعودية مو موجود. ممتاز. يسمنا مفترض إبلاغك فيه. أنت وكيل أعمال لاعبين قبل لا تتم الصفقة. هذا من المفترض. هذا المفروض. أنا المفروض. هذا المفروض. أيه. يعني هم في البداية قالوا لك لا يشارك قطري وبعدين في النهاية طنش الموضوع. ايوه هم لا لا هم ما قالوا لي من البدايه هم قالوا لي لا لا انا اقول لك في الاخير ايوه هم الان احنا مو مشكلتنا هنا مشكلتنا انه الحقوق الان ضايعه يعني الوكيل القطري الاخ خالد سلمان يقول لي يعني ستاتينا الحقوق من الاتحاد القطري طيب هذا كلام الاستاذ خالد سلمان طيب. انا ما اعرف طيب متى تيجي قال والله ما لها وقت محدد ممكن بعد سؤالي الاخير لك ممكن بعد طيب نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ أحمد الآن طبعا. أنت وكيل أعمال لاعبين معتمد في الاتحاد السعودي ولا لا؟ نعم. طيب هل أنت تقدر تتواصل مع الاتحاد القطري عن طريق الاتحاد السعودي فيما يخص مستحقاتك؟ والله سوف أستفسر في هذا الموضوع يعني لابد أنا الآن ما ليست لدي العجلة الكاملة أريد فقط يعني أنا أعرف أول شيء وجهة النظر القطرية وبعد كده إذا رأيت أن الأمور هذا ممكن أنا أرفع للاتحاد السعودي أو أرفع للاتحاد الدولي فيفا باستحقاقاتي ولكن الأمر يعني لا يحتاج إلى العجلة ما دام الموضوع يعني في طور المعلومات العامة ولكن إذا وصلت الأمور إلى أنه والله ستهضم حقوقي فهذا أنا ما أعرف ولا يعني في نقطة كذلك أسسوها لي أنه ستأخذ عمولتك بمبلغ مقطوع معروف مسبقا يعني ما في حكاية انه مثلا اللاعب مبلغه مو بالنسبة بالدولار. لا 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 المبلغ مقطوع قالوا لي الاستاذ خالد سلمان سيكون 500,000 ريال قطري كذا يعني العقد عمل بالدولار الامريكي ولكن العمولة ستكون 500,000 ريال قطري سيتم مقاسمتها بيني وبينه يعني عارف وقلنا يعني احنا برضو حتى على هذا الامر انا ما عرفت يعني حتى وصلنا الى انه سيكون بالريال القطري انا ما اعرف علما انه يعني راحت نسبه كبيره علينا يعني صراحه انا اقول لك لو حسبت كما تم عقد فيكتور بالدولار كان في مكسب يعني لي وله ولكن هو قال هذا الكلام وانا صراحه ما دام فوضته انا ما عاد عندي استعداد للتراجع عن اي كلمه اديت له هي فقلت له اذا كان بالدولار بالفلس بأي شيء المهم أنا خلاص أديتك التفويض طبعا مبلغ 500,000 ريال قطري هذا المبلغ المقطوع هذا يخصك أنت ووكيل الثاني القطري ولا نسبة نعم فيها كم نعم كلكم تتناصحونها يعني 50-50 نعم الله يعين إن شاء الله يعطيك العافية أستاذ أحمد الله بارك شكرا فيك لكم بالتوفيق وأشكر اهتمامكم أشكر اهتمامكم شكرا لك يعطيك العافية كان معنا وكيل أعمال اللاعبين أستاذ أحمد المزيني الجولة